السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، الحمد لله. والله أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك يا أخي اتصل بحضرتك من يعني من حبة كده، أقول لحضرتك كده عن ممثلات وصفهم بكذا وكذا. فحضرتك أنت قلت أنهم يقولون متبرجات، أنا أردت عن حضرتك بس حاجة. حضرتك ممكن أنت يعني أعز وأقوى، ولو زي خلاص إنك تتفرج على اللي بيعملوه حضرتك، يخرجون علينا بالبنطلونات واللبس الداخلي ويحضنون بعضهم في البلاتوهات ويقبلون بعضهم البعض ويشهدون الفساد في الارض لا يعني ها ويقولون عفوا يحضنون عفوا الفساد في الارض افهم كده كده. نهار. لا 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 وحضرتك سمع. قلت انهم متبرجات، هل تصف الممثلات بانهم متبرجات فقط؟ لا مش كل واحد على حسب ما هو. احنا كنا في يعني حضرتك مقامين. كلهم جيل واحد، افهم حضرتك يا كلهم اخي جيل يا واحد اخي افهم يا اخي يعني افهم شأن واحد. يا اخي افهم يا اخي الله يسلمك افهم. اتفضل يا سيدي. احنا قلنا متبرجات في مقابل زانيات. قل انا ما هل انت رأيتها تزني؟ هل تستطيع بنفسك ان تقول ان هذه المتبرجة تزني؟ انا اسألك سؤالا بس يعني عذرا عذرا، هل انت تستطيع ان تصف المتبرجة الممثلة انها زنت الا بضوابطك الشرعية؟ التبرع حضرتك فقط، مش هو حضرتك اظهار الشعر لا مش او الفساتين فقط. يا اخي افهم يا اخي لله لله تفهم بس علينا. في فرق بين نقول هي متبرجة، واضافة الى متبرجة تنشر الرذيلة وتساعد على الرذيلة، لكن ما أستطيع أن أقول إنها زنت. الزنت هذه لابد لها من 4 شهود أو إقرارها. إن لم تأتي ب4 شهود يشهدون بالزنا تعد أنت من الفاسقين وتجلد 80 جلدة وتسقط شهادتك في الناس. فاحنا ولو قلنا تناول أمام المرأة على سرير واحد يا سيدنا، أستغفر الله وأتوب إليه، رد أعتذر. على حضرتك على طول. هو يعني مش عارف هو ها كيف نتحملها أمام الله يعني.